السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين. وردتني بعض الأسئلة على إمكانية تشغيل لعبة ببجي موبايل على جهاز سي بوكس. للوهلة الأولى الجهاز أندرويد 6 ورام 2 جيجا بايت ومعالج 64 بت وتخزين 8 جيجا، فعندي مجال ننزل اللعبة. فقلت أوكي هنجرب ننزل اللعبة. رحنا على متجر جوجل بلاي، كتبنا ببجي موبايل على طول. للأسف ما طلعت لي ببجي موبايل النسخة الأصلية، طلعت لي نسخة اللايت واللي هي نسخة بسيطة وخفيفة، خفيفة من ناحية التخزين ومن ناحية متطلبات التشغيل، ما تحتاج متطلبات عالية. حجم الببجي موبايل لايت 500 ميجا وكسور تقريبا. اوكي نزلتها ثم نصبتها ثم فتحتها. الآن وياكم سنفتح اللعبة. هنا أنا فتحت اللعبة. اتجهنا على الإعدادات. ماكو شيء اسمه جرافيكس، ما اقدر اتحكم بالصورة. ملاحظة، الملاحظة الثانية هنا الام اسيست بخيارات باللايت ميديوم هيفي. هسه راح تشوفون شنو اقصد بالهيفي، يعني هيفي ام اسيست ما شاء الله. طبعا لاجل تحكم ربطت كيبورد وماوس بمنفذين يو اس بي جهاز، فربطتها بيه وجرب ندوس ستارت. هل نستطيع ان نلعب على هذا الجهاز ببجي موبايل؟ نشوف. هنا المشكلة احبتي، الكيبورد شغال بس ما اقدر اركض، ما ادوس شيفت، ما اقدر ادوس، والماوس ما يخليني اتحكم بالرؤية، خي وديه من يسار، فكون ادوسه يعني التحكم شوية صعب، كله لازم اسوي بالماوس، بس المشي بالكيبورد. ننزل، طبعا الخريطة تختلف عن الانجل اللي احنا نعرفها. أول واحد نوك، أول
احنا متنا اصدقاء. احبتي مشاهدين، هل انصح بتجربة ببجي على هذا الجهاز؟ قطعا لا، لان مثل ما شفتوا التقطيع والتحكم جدا سيء. اضف الى ذلك الرسوم يعني دا نقول انه مبكسرة، من باب انه نجرب فجرب الشغلة، يعني هي تشتغل اللعبة بس يعني تجربتها ما تكون بالشيء الزين.